بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ذكرت إنه الموضوع عرض على المجامع الفقهية المختلفة، ومن هذه المجامع المجمع الفقهي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي الذي يمثل كل الدول الإسلامية، وفي هذا عرض هذا الأمر، واستعان المجمع بالخبراء العلماء الفلكيين، وجاءنا بعض العلماء وقعد يشرح لنا يعني بوسائل الإيضاح، وبين لنا أن العلم الفلك في عصرنا قد بلغ مبلغا من الدقة والإحكام، بحيث أصبح احتمال الخطأ فيه 1 على 100,000 في الثانية. وهذا يرد على العلماء الذين يظنون إن العلم الفلك هذا ضرب من التنجيم، زي اللي بيقول لك إن نجمك هيعمل كذا وهيحصل لك كذا ويعرف الغيوب، وهذا اللي جاء فيه الحديث من اقتبس شعبة من النجوم فاقتبس شعبة من السحر. التنجيم شيء، وعلم الفلك القائم على الملاحظة والتجربة والرصد وأدواته معروفة عند أهله، هذا شيء آخر. بعض العلماء بيعتمد على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، وهذا حديث متفق عليه صحيح. إنما هل هذه الطبيعة الأمية تظل أبدا الدهر؟ هل الأمة الأمية لا تتعلم لا تكتب؟ يعني طب الأمة ما كانتش تكتب أصبح فيها مئات الملايين يكتبون، كانت لا تحسب أصبح فيها من يحسب الحساب الفلكي، يقصد يعني تحسب حساب كان من عهد الدولة العباسية الأول كان فيه مئات من الفلكيين المسلمين، حيث اشتهروا ضوء في يعني كانوا أساتذة العالم في علم الفلك. وفي عصرنا الآن في كليات العلوم وغيرها علم الفلك أو الطبيعة الجوية أو ما يسمونه، هذا أصبح كان في أول الأمر إن المسلمين لا يعرفون الفلك فسيعتمدون على غيرهم في مسائل عبادتهم، لا الآن نعتمد على مسلمين. فالواقع أنه يمكن اعتماد الحساب الفلكي، ولكن المشكلة أن هناك بعض المذاهب لا تعتبر الحساب الفلكي، والكثير من المشايخ يتعصبون لمذاهبهم، والبعض لا يعرف كثيرا عن علم الفلك. يعني أنا أرى إنه ينبغي أن يدرس علم الفلك في كليات الشريعة، بحيث يأخذ الطالب الشرعي يأخذ يعني قدرا مناسبا من هذه العلوم التي يحتاج إليها. كثير من الأشياء الاختلاف المعلومة عند هذا العالم وذاك الآخر، يعني في البعض كان بيقول الله انت بتقولولنا المرأة بتبيض البيضة عندها، هي المرأة بتبيض ولا بتولد؟ يعني ولكن يعني انا اقول ان نحن نستطيع على الاقل في هذه المرحلة لو اخذنا بالفلك وعلم الفلك في النفي في الاثبات قللنا الاختلاف الكثير ده. في سنة من السنوات احنا صمنا هنا في بلاد الخليج يوم الاربعاء، وصام الناس في مصر وتونس والجزائر يوم الخميس، وصام الاخرون في المغرب وباكستان والهند وافغانستان والبلاد ديت يوم الجمعة. بعدها كنت في مؤتمر وبقول هذا للناس، فقام واحد من بنجلاديش قال احنا صمنا يوم السبت، يعني شوف اربع خميس جمعة سبت اربعة، هل ده معقول؟ لابد ان الاول على الاقل الاول والاخير خطأ. فعايزين نقلل المسافة حتى ما بين المسلمين بعضهم. طيب لو 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 في هذه الاختلافات تدخل الاختلافات السياسية، سعود بيوض التميمي من عمان وهو كاتب ومفكر سياسي بعد فاكس يقول تخالف الأنظمة بعضها بعضا سياسيا تجعل قضية الصوم شقا لوحدة المسلمين، متعمدة ذلك لكي تظهر أن أمتنا ليست أمة واحدة. سؤال هنا، هل تؤثم الدول في حال كان الخلاف ناتجا عن خلاف سياسي وليس عن مسألة رؤية الهلال من عدمه؟ هو فيه رأيان في الفقه الإسلام.
رأي يعتبر اختلاف المطالع ورأي لا يعترف. وأنا أذكر في مصر أيام عبد الناصر، كان عبد الناصر أحيانا يكون متفق مع السعودية فتأتي دار الإفتاء وتقول احنا لم نرى الهلال ولكن رآه إخواننا في السعودية ومطلعنا واحد ونصوم معهم، وكذلك في العيد. إذا اختلفت السياسة وكان في خصومة بين الاثنين أبدا يؤخذ بالرأي الآخر ولا يعتبر السعودية ولا يذكروها. هذا أحيانا فعلا يكون الموقف السياسي مؤثرا على الحكم الشرعي.